قبولها. وبالفعل بالنسبة للأستاذة اللي بتدعي إنها فلسطينية وبتفتح لايفات وبتجيب بعض الناس حواليها وبتدعي إنها فلسطينية وبتسب الإخوة المغاربة، لو أنت صاحبة قضية بكل معنى الكلمة ما بتسبيش المغاربة. اجي أنا نقول لك، برجع وبقولها هالبنت أكثر من مرة، لون شعرها اشقر، هذه هذه لا تقول مش هي فلسطينية اردنية. لا لا ما في لا لا سيبك من هذيك. في وحده بحكوا لها الاستاذه ايش سموا لي اياها يا اخوه، ذكروني في اسمها، بضل انسى اسمها. في وحدة شيعية بعد، لا لا في وحده استاذه بقولوا لها استاذه، هذه عايشه في اوروبا وسلمت الهويه بتبعتها الفلسطينيه، يعني لو عندها انتماء لفلسطين بقولوا لها الدكتوره هاله. دكتورة ما شو تجي على هي؟ نفسها. مش دكتورة بس يعني احترام لقب بدوها اللقب للدكتورة. دكتورة تحرميات. السلام عليكم. عليكم سلام اختي السلام. زهارة، كي دايرة؟ لاباس عليك. سلام اختي نعم كريمة، نعم دايرة حبيبة مزيانة. واني دايرة بيتك مالكي تحكي اختي الدكالية؟ ما هبطت حتى تم ما عجبتنيش واحد اللقطة وهبطت، ما كنبغيش. انا مش منافقة، ما نقدرش مع واحد في الجيس وانا ما حاملة ما قابلة. عطي الوالدين ها وقتك، عطي الوالدي حتى تسمو العصير. وينزل لا داك الشيء اللي كاين. السلام عليكم. ماروك بلي ماروك بينادي، ما تبقاش تهبط تحت، خليه، ما تبقاش ديرو بلوك. عليكم السلام السلام، عليكم. شنو هذا؟ عليكم السلام، تفضل. بفلسطين، فلسطين، احيا فلسطين، احيا المغرب، احيا الصحراء المغربية. ايوا صافي على سلامتنا، ما خرجتش انت كتغن بلوكيك. البليز مضروبة على البلوك يا معلم. عرفتي قال لك، قال لك اخويا عدنان ويدي في البلاصه ديال البلوك. قال لي حد قلت في حيا فلسطين ياكي. لا لا اصحابه غتسب من الاخر، غتسب. لا حيا فلسطين، وحنا مغاربه وحنا اللي نعاونوا فلسطين، والحمد لله وفلسطين خوتنا، وما تيديروا السربيس على الحليب. كاينة كاينة ولا لا؟ كاينة. وفلسطين ما تيتقطعش زينة، عندهم الماء، بلاد زينة وحسن من بلادهم اللي هما ما عندهم لا غاز لا بترول لا حتى حاجة، وبلادهم حسن من بلاد فلسطين، حسن من بلاد الجزائر. هذوك على فلسطيني عندهم ازمه، فلسطين ما عندهمش ازمه غذاء وازمه، وعندهم الطوابع. عندهم حاجه الحمد لله، عايشين فلسطين بخير. محتاجه السلاح، ما محتاجاش الماكله. يا اخوه حاجه واحد يبدا يطلب، ممكن اطلب طلب بدون خجل يعني بصراحه، يعني تقريبا عندنا 30 واحد بصراحه، يعني حبيت اطلب منكم هالطلب، عفاكم اذا في مجال تكتبوا لي، او اللي بده يحكي يحكي بصراحة. كيف أجاكو لايفي كفلسطيني؟ هل هذا بالنسبة للإخوة المغاربة، هل أجاكو اللايف هذا كويس، أظل مستمر، أو أنا يعني ماشي الطريق خطأ؟ أطلب منكم نصيحة، اكتبوا لي، لأنه بصراحة في ناس بتبعت لي على الخاص بيقولوا لي ما تفتحش، أنت بتسيء، أنت كذا، فبدي النصيحة منكم شكون هذا اللي وتساعدوني لو كيقول لك سمحت. اخويا عدنان؟ عدنان نحن معاك، هذا اللي غادي في يقول ناس لك مظلوم. عدنان في هذا ناس اللي غادي بتفتح علي لايفات، في هذا ناس اللي غادي والله العظيم مغاربة مغاربة بيفتحوا علي يوميا اللايفات، فأنا طالب منكم يعني يا اخويا مغاربة استمر ولا ما اسمعني اخويا ارمي عدنان، التوك توك واطلع اخويا منه. عدنان ما تستمرش نعم لوحدين، باغيين يضعفوك اصلا. هما دايرين بزاف ديال اللايفات كيسبوا المغاربه، علاش ما يعاتبوش الاخرين؟ وعلاش ما يهضروش مع لا الاخرين؟ انا يوميا بيفتحوا علي اللايفات يوميا، كل في ولا الليل حتى بيسهروا علي، نصف فيك هم يسبوا صحر. في وسب جدودي. اسمعك الحين، بدي اسمعك، خليكم من معي شو جنسيتهم هادو؟ الحين، بدي اسمعكم صوت المغاربه كيف بيسبوا عدنان، ماشي اجي بيسهروا علي تعال تعال وبيسبوني. تعال عدنان، شوف احنا عندنا لهجه وحده عدنان مع ما الجزائريين تسمع مش والو، عدنان عدنان ما تسمع والو خلاص. والله لا عدنان ما تسمعش، شوف خويا هذوك عدنان، ماشي مغاربه خويا خويا عدنان، عدنان ماشي انا بقى مغاربه. في الحال، انا ما خبيش اتصنت عليك اخويا يا اخو، عدنان، والله انا بقى في الحال، انا لا والله اقول شوف يعني والله لهجتنا تشابه مع بعض، والله مو مغاربه، المغاربه دقيقه متأدبين ما خويا يسبوكش عدنان، اخويا عدنان.
خويا عندنا انت بعدا تيسبوا لك جدودك ياك هما راه ما عندهم جد يلا ما فهمتي فهمتي هادي هما ما عندهم جد عندهم والله الا ملقطين هما هم ملقطين ولاد الحرام هما حراميين اللهجه ان تقول راه مغربي ماشي مغربي هذيك مغربي مغربي قالها ماشي مغربي نوريك 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 لاكارت ناسيونال حيت انا عشت مع لا ماشي انت خويا ماشي انت اللي كيعيط ماشي انت ماشي انت ماشي اسمحي لي انا بقولها جهرا نهارا انا من خلال يعني التواصل الاجتماعي هذا قابلت ثلاث اصناف قابلت مغربي يحب بلاده يحماق على بلاده وقابلت اصحاب الكروش اللي بيسموا حالهم اصحاب القرش هذول اصحاب الكروش وقابلت المغربي عارفين المغربي اللي عامل حاله مغربي وبغرق في السفن بين عباد الله واللي بيفتح علي لايفات هذلاك مغارقه شغالين مع بعض الجهات شغالين لهم يد مع المنفصلين والبوليزاريوم والناس هذه والله اعلم بتخلصوا منهم ولا لا ولكن ايش بيطلع في اللايف ببين حاله انه هو وطني ببين حاله انه هو ايش يعني من انسان وطني بكل معنى الكلمه وفي الليل بيبقى بسب وشتم تصور بسب الدين الدين الوالدين الي تسبوا الرب انا هي كل شيء مسجل عندي انا الدكرية قالت لي ما تفتحش التسجيلات هذاك ماشي مغربي انا كنلقى واحد كيسب كيقول لي فلسطيني كنقول لي وريني جوازك انا باش ما نجمعش فلسطينيين بغيتي دير فتنه كيطلع اردني ولا كيطلع من جنسيه اخرى هذاك ماشي فلسطيني كاع ماشي فلسطيني وكيتكلم وكيقول لك انا فلسطيني وانا فلسطيني تقولبت فيه انا فلسطيني تقولبت فيه قويله طلع معايا قويله طلع معايا انا فكرته فلسطيني وطلع هو جزائري انا براسي تقولبت فيه ما ديش حتى على واحد يتكلم معك لهجه مغربيه تقول مغربي احنا عندنا اللهجه كتشابه مع البوليزاريو مع الجزائر مع ما تمديش قول لي وريني جوازك الا انت مغربي وريني جوازك وريني باسبورك ما ديش على نفس اللهجه يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حياكم الله جميعا اولا يا اخوان لابد ان تعلموا على ان هناك سياسه ممنهجه للكراغلة وأنهم تقليد المغاربة بريميرمون وتقليد جميع اللهجات وينسبون أنفسهم إلى مغاربة وفلسطينيين وطبعا إلى خليجيين لكي يضربوا في الوحدة الترابية المغربية ويضربون كذلك الفلسطينيين وأنهم يريدون زعزعة زرع الفتنة ما بين الشعب الجزائري الفلسطيني والشعب المغربي وهذا رأيناه لأننا اليوم إذا رجعنا إلى كل ما نراه اليوم في التواصل الاجتماعي نرى على أنه هناك الدباب الإلكتروني الجزائري الممول بكل ما تحمل الكلمة من معنى ممول من طرف الكبرانات لخلق الفتنة ولزعزعة طبعا المشاعر المغاربة والإخوان الآخرين العرب والمسلمين وتجييشهم كلهم ضد من ضد المغرب وهم لا يهمهم لا فلسطين ولا المغرب ولا أي شيء ما يهمهم هو المملكة المغربية ما يهمهم وأنتم تعلمون ذلك جيدا على أنه سرقة كل ما هو مغربي أو كل ما هو عربي ونسبه إليهم وحتى من القرآن الكريم وحتى من الرسول وحتى